خلونا نبدأ النهاردة بأخبار بقى مبهجة، وإحنا بنقول لسه بسم الله الرحمن الرحيم أسبوع جديد ويوم جديد، يعني في بداية الأسبوع بالخبر اللي طال انتظاره. النهاردة في خبر مهم بنستقبله بسعادة وتفاؤل، ألا وهو إن سلطات مطار القاهرة أعلنت عن تطبيق إجراءات جديدة. الإجراءات دي خاصة برفع كل قيود السفر لدخول القادمين من الخارج، وده في إطار جهود مصر لتسهيل وتيسير أيضا إجراءات دخول المسافرين للعمل على انسيابية الحركة الجوية. يمكن انتظرنا كتير قوي اللي احنا نقول اللي احنا خلاص بقى بدأنا نتعافى مع فيروس كورونا ونتعايش من هذا الوباء، يعني تحديدا ابتدينا نرجع تاني لحياتنا الطبيعية. الخبر ده معناه ان مش هيكون في اي اشتراطات لتقديم شهادة بتفيد انك اخدت لقاح الكورونا او لقاح الكوفيد. كمان مفيش حد هيسألك على نتيجة سلبية فحص البي سي ار. الخبر ده في الحقيقة بيبقى ترجمة لنجاح أي دولة بتعمل ده. فالدولة المصرية النهاردة أن هي تاخد قرار زي ده معناه أن هي نجحت، الجهات الصحية المختصة نجحت في مكافحة الفيروس وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد فيروس كورونا. فضل. يعني في الحقيقة احنا شفنا مصر كانت ازاي عندها من أول يوم ظهر فيه الفيروس رزانة في التعامل مع مكافحة الفيروس لغاية ما وصلنا النهاردة. على مدار طبعا السنتين اللي فاتوا، على مدار السنتين شفنا الدولة قد إيه عندها نظرات استباقية فإن هم إزاي يكافحوا الفيروس لحد ما النهاردة وصلنا اللي إحنا فيه. صحيح. ويمكن ده بيأكد في وقت من الأوقات كان في تشكيك إنه إحنا ما بنعلنش الأرقام الحقيقية أو الأرقام اللي موجودة دي مش هي نفس الأرقام. لا، هي الحمد لله النهاردة وأكبر دليل اللي إحنا قدرنا سرعان ما نتعافى سريعا ونكون زينا زي كبرى الدول المتقدمة اللي رفعت برضو تدريجيا هذا يعني أو هذه الإجراءات تحديدا. لكن خلونا نعترف ونقول إن القرارات دي ما جاتش من يوم وليلة، القرارات دي اتخذت بشكل تدريجي. كانت سلطات مطار القاهرة بدأت في إبريل اللي فات، بدأت واشتغلت على الإقرارات الصحية الخاصة بـ Declaration Form أو كروت الصحة العامة لكل اللي جايين من مصر، بالإضافة لإلغاء الإجراءات الاستثنائية زي مثلا تطهير الطيارات بعد كل رحلة وتسليم شهادات التطهير للحجر الصحي. النهاردة احنا رفعنا كل القيود دي أو بداية من اليوم هيتم رفع كل القيود دي ونبدأ احنا نتعايش خلاص بقى مع هذا الفيروس ويبتدي اللي هو خلاص يعني كأنه جزء من حياتنا، لكن لابد أن يكون بالشروط. طيب احنا مع بداية الفيروس كنا يعني كانت حاجة مضايقة الناس كلها في العالم كله. الخبر ده في الحقيقة خبر من أحلى الأخبار اللي بقالنا كتير قوي، يعني ما بنسمعش أخبار كده تخلينا متفائلين. لكن زي ما تفائلنا واستقبلنا رفع قيود كورونا من المطارات، استقبلنا الخبر ده بفرحة وتفاؤل، لازم برضو ناخد بالنا. يعني ده مش معناه ان فيروس خلاص اختفى وراح لحال سبيله، كورونا لسه موجود. ماشي، مش زي الاول، يعني الفيروس مش بقوة الاول، مش بشراسة الاول، لكن هو لسه موجود. لازم نحافظ على تعاملاتنا ونحافظ على الاجراءات الاحترازية عشان الكبار في السن والاطفال. احنا كمان مش عايزين يا احمد نأذي غيرنا، يعني مش عشان احنا بنقول كده يعني معنا كده نرجع للحياة زي قبل كورونا. صحيح. تماما لا، لسه احنا بنغسل ايدينا كويس قوي، بنحافظ على المسافات ما بيننا ما بين الناس بالذات في المواصلات العامه او في الشارع او عشان نقدر ان احنا نحافظ على كبار السن. احنا بنتكلم في سنتين تقريبا من التعايش مع هذا الفيروس. اعتقد اللي هم خلوها لايف ستايل خلاص، اسلوب حياه. انا بقيت الاقي تلقائي الناس حتى لو مش ملتزمين بارتداء الماسك، لكن بمجرد بدخل اسانسير او بدخل مكان فيه تكدس من الزحام تحديدا بلاقي الناس بتطلع الماسك وبتلبس غير بتخرج. لا، بيطلع الماسك. انا داخل كده على مكان فيه زحمه، فلا قدر الله مش هقول لك كورونا، لا قدر الله لو حد عنده برد عادي او عنده كحه او غيره، لا انا بلبس الماسك عشان يعني احافظ على صحتي وصحه اللي موجودين حواليا كمان. فاتمنى حتى لو كورونا انتهت وخلصنا من كابوسها لازم نمشي على منهج، ألا وهو الإجراءات الوقائية اللي بتحمينا من أي فيروسات. مش شرط يعني اللي هو فيروس كورونا بس، لأن ده هيحافظ على صحتنا وعلى صحة كل المحوطين بينا بشكل عام. يعني ربنا يسلم الجميع ويحفظ كل يعني شعوب العالم وبالأخص طبعا المصريين. إن شاء الله اللي جاي أفضل بكتير. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.